حقيقة منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم انطلق عملية نوعية كبيرة وواسعة بقيادة محور تعز نعم وبمشاركة الألوية التابعة لقيادة محور تعز اللواء 17 واللواء 145 وكتائب حسم وبعض الألوية الأخرى. هذه العملية العسكرية ضمن الخطة العسكرية الموضوعة والتي تهدف إلى السيطرة على الأجزاء الغربية والوصول إلى خط الستين الاستراتيجي الذي يربط تعز بإب وصنعاء والمحافظات الشمالية والذي هو خط إمداد وتعزيز رئيسي لجيوب الميليشيات. أيضا تهدف هذه الخطة إلى التحام جبهة تعز الغربية مع القوات المتقدمة من الساحل الغربي لتعز والتي تتقدم باتجاه البارح ومقبنة بحيث لم يعد يصل الآن بيننا إلا مسافات قليلة. إن شاء الله عز وجل تستمر العملية العسكرية حتى تلتحم القوتان وتشكلان سهما واحدا باتجاه محافظة الحديدة والضغط على الميليشيات في الحديدة. نعم ما حدث نعم من تقدمات متسارعة خلال العملية العسكرية التي قام بها الأبطال اليوم يدل على أن العدو منهار، العدو في الرمق الأخير، معنوياته وقواه البشرية ضعيفة جدا، لجأ إلى بعض إلى يعني اشتعال بعض الحواجز وبعض العراقيل الصناعية من أجل عرقلة تقدم قواتنا، زرع حقول ألغام واسعة في هذه المنطقة، نشر قناصات على المرتفعات وبعض البنايات الكبيرة، قام بتفجير العبارات وتفجير الجسور الرابطة وتفجير الطرق الرئيسة والفرعية في هذه المناطق، وضع بعض الخنادق والبتارس القوية والكبيرة، كل هذا حتى يمنع تحرك قواتنا. لكن لله الفضل والمنة كانت التقدمات كبيرة جدا من خلال وكانت انهيارات واسعة للعدو في النسق الأول الذي هو المعول عليه كثيرا في جميع الحروب، لأنه بانهيار النسق الأول ستتحرك القوات أسرع من هذه الوتيرة بكثير. نعم، إذا حجم الخسائر نتيجة هذه العملية العسكرية بالنسبة لخسائر قواتنا كان هناك حوالي 3 جرحى واثنين أيضا جراحهم خطيرة، نسأل الله لهم الشفاء. في المقابل بالنسبة لقوات الخصم ما شاهدناه إلى الآن لم نبلغ من وحدة الرصد بالأعداد بالدقة، لكن ما شاهدناه أكثر من 3 سيارات، السيارة الأولى ثم سيارتين مع بعض وهي تحمل عدد من جثث القتلى والجرحى للميليشيات، واعتقد ان قتلاهم وجرحاهم بالعشرات. هذا على مستوى الخسائر البشريه. ايضا تم تدمير معدات واليات للعدو، طيران القوات التحالف يعني في الصباح تاخر نوعا ما، لكن منذ ساعات الظهيره وحتى الآن ما زال يعني يحلق في سماء المنطقة. نعم. وقد استهدف بغارة جوية مركزة خلف تلة الضنين الاستراتيجية. نعم. والتي يحرص الشباب على التقدم إليها والسيطرة عليها لأنها حاكمة على عدد من المناطق وعلى عدد من الطرقات، شبكة الطرقات المرتبطة بها، وإذا تم السيطرة عليها سيتم السيطرة ناريا إلى 60 وإلى 50 وإلى سوق مبرق شرعب مدخل مديرية شرعب.